يطرح البنك المركزي اليوم أذون خزانة بقيمة 16 مليار و7 أعشار المليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وتبلغ قيمة الطرح الأول 8 مليارات و250 مليون جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليارات ونصف المليار جنيه لأجل 357 يوما. وقد أظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511 مليار جنيه. وبحسب الموازنة تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو 409 مليارات جنيه، وإصدار سندات أيضا بقيمة 100 مليار ونصف المليار جنيه.